وككلمة نهائية أنه إحنا كطلبة بشكل عام طبعا أذكر نفسي وإياكم بين الدرجة الأساسية عندنا في هذا السلك هو رضا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا هو رضا صاحب الزمان هو من رضا الله سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة بدون رضا صاحب الزمان تضيع على الطالب دنياه وآخرته، لأنه دنيا في الحقيقة تشوفون الطالب المحصل المشتغل المجتهد في درسه ما عنده طريق لملذات الدنيا أصلا، فهو مضيعها هذا باليد أمامك تشوفه، فيبقى أنه كل أمل وين؟ بآخرته. فإذا ما كسب رضا صاحب الزمان وضيع آخرته أيضا بعد ضيع الدنيا والآخرة. وخير مثال يذكر في هذا المقام هو ما ينسب إلى الشلمغاني، هو محمد بن أبي عذاقر أو عزافر أو عزاقر الشلمغاني، الذي لا شك أنه من كبار علماء الطائفة، بل قد يقال بأنه أعلم علماء الطائفة بلا منازع، ولكن عندما خرجت النيابة الخاصة إلى غيره توقف وسلك بعض المذاهب الردية، انتقل عن المذهب. يعني متفق على أني يعني أعلم علماء الطائفة، شنو النيابة ما تكون إليه، وزلت قدمه في الطريق وخرج التوقيع من الناحية المقدسة بأنه ملعون، تأسف عليه جملة من المؤمنين والعلماء وإلى آخره، خرج التوقيع من الناحية المقدسة أنه. فبالتالي يعني مع ما عليه من شأن علمي لا شك ولا ريب في أنه له شأن علمي كبير، كان حتى أنه السيد حسن الصدر وتبعه السيد السيستاني حفظه الله يرون أن كتاب فقه الرضا هو في الحقيقة كتاب التكليف للشلمغاني إلى اليوم بقي، وكتاب مهم وأرسل إلى قوم في وقته، يعني كتاب كلش مهم زين. ومع ذلك أنه ما حصل على رضا صاحب الزمان نتيجة شنو؟ لغرور في داخله أو ما شاكل. فالمهم أقول أنه إحنا كل هذا طريقنا يعتمد بالدرجة الأساس على رضا صاحب الزمان، كسب رضا صاحب الزمان، إيش قد ما نقدر أنه في عملنا أعمالنا نشوف أنه هذا الطريق يرضي صاحب الزمان ندخل به، ما يرضي صاحب الزمان نخاف أن تروح علينا الآخرة كما تروح دنيانا إحنا في أنه ما شايفين شيء من دنيانا واقعنا، وهذا حال طالب العلم في دنياه وما يشوف فشيء من الملذات، ما عنده غير أمله بالآخرة. فهذه أذكر نفسي وإياكم، ونسأل الله أن يوفقكم جميعا، ولا تنسون